أنا كنت أقول دائما أن حكومة الدكتور علي عنتي حققت كثير من الإنجازات ولكنها ظلمت، مرة تقصير في التسويق، ومرة البعض الآخرين لم يروا أو يحاولوا يبحثوا عن الحقائق. كل الإنجازات الصارت في الحكومة السابقة أنا أقول لك وعد، وأطلب من زملائي وأخواني الوزراء أن يحافظوا على هذه الإنجازات فيما يخص الزراعة والتجارة، وعلينا أن نعمل بحسن الظن فيما أنجز من زملائهم من وزراء السابقين. يجب يكون حسن الظن في التعامل والحماية القضايا التي تم بها إنجاز، فهناك ثوابت هناك متغيرات، كل منجز نعتبره ثابت ونحاول نحميه ونحافظ عليه وننطلق لتطويره. أنه ما قمت به من جهد جبار وطيب سوف يتم حمايته وتكريم الوزراء. أنا أقول بكل صراحة كثير من وزراء حكومة الدكتور علي المهدي ولزملائي هناك تقييمات فوق الممتازة لهم فيما يخص إنجازاتهم في كل أعمالهم. للتاريخ يجب أن نعترف ونقول دائما أن الدكتور علي المهدي أسس لمفهوم في العمل الإداري وهو الشراكة في القرار. حقيقة أنا واكبت أكثر من حكومة وفي كل اجتماعاتنا وقراراتنا كان الدكتور عادل يدز علينا جميعا في القضايا الاستراتيجية وناخذ قرار جماعي وليس قرار فردي. أنا أحب أشكر الدكتور عادل فيما وفرت من ظروف وبيئة في بعض القضايا. أشكر الدكتور عادل حقيقة، أشكر كل الوزراء اللي هم أغلبهم زملاء وأصدقائي، وأتمنى التوفيق. وسوف لا نستغني عن استشارة الدكتور عادل عبد المهدي ولا الوزراء السابقين في حالات معينة.